في لعبه، بما ان العدد قليل، ولا كان في موضوع بفتح معكم بس العدد قليل. في لعبه حلو. وش اللعبه؟ بقول انا بختار كلمه اللي هي بقول لكم. خلينا نقول في المنتجع. طيب بقولها في المنتجع حاشي واحد. طيب وش نقول احنا؟ انت تقول في المنتجع حاشي واحد ومثلا اثنين وعصافير. مثل جوال ابو نظارة بيقول يا ليل. لا لا لا، الحين انا قلت فيه مثلا المنتجع فيه حاشي. طيب ونكمل عليها ونرجع نرجع 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 تصير جمله طويله. ايوه اليس، هذه اصعب اللي عندي. اللي لا احنا هذه ما ادري وش اللي انت تقولها، بس هذه سهله يعني. طيب وش اعطى مفرده واحده؟ ايوه مفرده واحده. انا قلت نقول في المنتجع، ما هذا يكون في المنتجع. يلا يلا يلا. طيب يلا ابدا من عندي. ابدا يا حلال، بشوف ترى اللي يخطي يطلع. حلو يلا. طيب يمشي الدور كذا ها؟ يلا. جاهز يا ابو سعود؟ عايب معك. جاهز يلا. اعطيك شيء قوي. ما الزهام عليك. انا رحت للمكتبه وشريت كتاب من الاخر. لا 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 الله. ايش تبي؟ لا هي احنا بنمسك من الاخر. انا انت في كلمه عشان تصعب. طيب انا قلت انت جمله. رحت المكتبه شيء. اي انا اقول رحت للمكتبه وشريت كتاب من الاخر. لا لا انا قلت من الاخر. انت قلت شريت كتاب من الاخر وقال. يعني النقطة الجملة الأساسية أهم شيء نجيب حاجة واحدة نطلع من المكتبة بأشياء كثير. دقيقة أبو حمود، المفروض الأساسية في الجملة من الآخر. لا أي خلينا نقول من الآخر. أنا إيش قلت لك؟ خلاص اسمع خلاص. أنا أقول الحين شوف، أنا رحت للمكتبة وشريت أنا رحت للمكتبة وشريت كتاب من الآخر. بقول كذا. لا ومن الآخر ما لا بقول كذا. تقول أنا لا لا تقول أنا رحت للمكتبة وشريت من أنا رحت للمكتبة وشريت كتاب من الآخر وقال. ترى هي وش الأجر يا أبو حمود؟ كلمة 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 لين تصح. اي بس لا احنا بنركب جمله معك. اي اوجه كلمه بتطش. لا لا تركب جمله. ليش؟ لا لا هذه حلوه، احنا نبغى نطلع جمله فايده. طيب ترى اذا تبونها اصعب خلي الكلمه قبل من الاخر. لا لا يعني طلع كلمه من راسك بعدين تقول اهم شيء اخر شيء تقول من الاخر. لا كذا لا 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 احنا بنطلع لين نجمع مثلا خلاص في سله نبي نمشي بها لين نطلعها من المكتبه. يلا اوكي اوكي. انا رحت المكتبه وشريت كتاب من الاخر وقلم. لا بس حاجة واحدة. وقلم. يلا اسلم. لا ما بقول قلم، انت قلتها قبلي. انا قلت من الاخر. كتاب من الاخر. انا رحت المكتبة وشريت كتاب من الاخر وكراسة. يلا. انا رحت المكتبة وشريت كتاب من الاخر وكراسة ومساحة. انا رحت المكتبة وشريت كتاب من الاخر وكراسة ومساحة وقلم حبر. انا رحت المكتبة وشريت كتاب من الاخر وكراسة ومساحة وقلم حبر. يلا كلمتك. اعطيت جفتك جديد. اي انا باقي صح وقلم حبر والوان مائيه. انا رحت المكتبه وشريت من المكتبه كتاب من الاخر وكراسه ومساحه وقلم حبر والوان مائيه وجريده. انت برا. ليش؟ انا رحت المكتبه اشتريت. لا لا زاد كلمه من عندك. زاد كلمه. يلا خليك. يلا خلينا نكمل. والله يلا عد من جديد. انا رحت المكتبه وشريت كتاب من الاخر وكراسة ومساحة وقلم حبر والوان مائية وجريدة. انا رحت المكتبة وشريت كتاب من الاخر وكراسة ومساحة وقلم حبر والوان مائية وجريدة و بذكر اللي في المكتبة وش يا اخي. ودفتر 24 انكف مغاشي. انا رحت المكتبة شريت كتاب من الاخر وكراسة ومساحة وقلم حبر والوان مائية وجريدة. قص صفوا صفوا. لا غلوا. يلا معك لين 10. ما ادري كيف. اثنين لا تقدرش. ثلاثة اربعة. لا عد على الصامت. عد الصامت يا رجال. نسيتها والله. عيد عيد دقيقه. خمس ثواني. خلاص خلاص. لا خمس ثواني. لا خلاص طلعت والله. يلا والله طلع. دكتور 24. دكتور 24. يلا يلا كمل عليها. هو معنا حق. لا خلاص هو طلع برا. لا كلمته تمشي. اي كلمته تمشي اللي معنا بس انه طلع عليها. انا رحت للمكتبه وشريت كتاب من الاخر. توهق. كتاب من الاخر. دقيقة لا واحد دوت مكتب شريت كتاب من الآخر خمس ومساحة برا كراسة كراسة مش كراسة اللي قاعد. لا 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 أنا رحت المكتب وشريت كتاب من الآخر وكراسة
ومساحة وقلم حبر والوان مائية على كيفك مو مرتبة والله صح 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 الوان مائية وجريدة ودفتر ابو 20 ايش جاك كمل ما نكمل كمل انت ابو 20 وقلم رصاص عندي يلا انا رحت المكتبة وشريت كتاب من الاخر شريت كراسة ومساحة والوان مائية حط قلم حبر انا البايل لا قلم حبر طيب ايش قلت انا لا قلت الوان مائية قلت الوان مائية والله نحسب انها حبر والله عطني عشان تدري ليش الوان مائية بحطها في راسي هو هذا قلم مائية شو منظم اسامي القلم عندي قلم في موجودين اسمك موجود خصم بينك حطان ما يخالف شوف اسمع فيصل 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 اسمع لا ما بينك حطان ما تستاهل لحظة لحظة شوف عشان تعرفون بس انه ما عندي انا كنت خاصم عليه 10 نقاط عشان اللي البارح إيه؟ الان شطبتها تم شطبها واعطي 15 نقطه يا رجال لا تطمع تم شطب والله شوف الدفتر شوف والله فخم والله شوف الله يسلمك انا شوف والله لا خلاص طيب كل واحد محله بلا بلا جايب دفتر لك واجب تري جايبين مثل دي الدفتر هذاك كل واحد محله ولا بنظاره حلوه واصعب لا لا لا